السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطلح مهم جدا في البيم هو كومان داتا انفايرومنت، يعني البيئة اللي احنا هنشتغل فيها ونرتب الشغل فيها. العادي بتاع أي حد بيشتغل بكومان داتا انفايرومنت إن هو بيروح عامل نيو فولدر ومسميه باسم المشروع، وبعد كده يعمل معماري ريفيت أو أي حاجة تانية، يعني بيعمل ملف عمل. مثلا خلينا نتكلم، مثلا احنا شغالين اوتوكاد، مثلا نخرج من مقارنة بين البرامج، فيعمل ملف دي دبليو جي ويحط عليه المعماري، وملف دي دبليو جي يحط عليه الانشائي، وملف دي دبليو جي يحط عليه الام بي، وبعد كده يعمل لينك بينهم وبين بعض. تمام. طيب وانت شغال، ممكن مثلا المعماري بدأ يرسم بعض الحوائط ولسه ما استقرش على الشكل، فانا كمثلا انشائي او كهروميكانيكال عملت لينك وشفت الشغل دوت، فرحت عامل الشغل بتاعي على الحاجة اللي هو لسه بيفكر فيها، يعني هو لسه بيقسم المكان. فانا رحت ايه، حطيت الاحواض وحطيت الاعمده على الحاجه ديت، هو لسه بيعدل، فشغله مش مستقر. فعشان كده احنا قلنا لا، احنا هنعمل تنظيم للشغل، يعني هعمل فولدر اسمه ورك ان بروجريس واحط فيه الشغل اللي انا بتاعي انا، ومحدش يشوف الفولدر ده غير الفريق بتاعي. يعني اول ما يجي ورك ان بروجريس هعمل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، المعماري شايف المعماري بس، والانشائي شايف الانشائي بس، والام بي شايف الام بي بس. وبعد كده لما الشغل يبقى اوكي خلاص ينفع الناس تشتغل عليه، اخد كوبي واحطه في الشيرد، الناس كلها تقدر تشوف الشيرد وتبدا تسحب الملفات من الشيرد. يعني وانا شغال في الورك ان بروجريس معماري ببقى ساحب الشيرد دوت اللي هو الانشائي والكهروميكانيكا، ما اقدرش اسحبه في الورك ان بروجريس. وهنا بتبقى في الحاجات الخاصه مثلا بالشتات، يعني الحاجات اللي هي كومن، الحاجات اللي المفروض كل فريق يبقى شايفها بتبقى موجوده هنا. طيب خلاص اتوافق عليها والحاجات دي كلها، هنقدر نبعتها لبيت الاقسام، فبقى احطها في البابلش دوكيومنتيشن دي اللي ممكن تروح للشركات التانية، وخلاص دي موافقين عليها. وكل فترة ببدأ اروح واخد كده نسخة واحطها في الاركايف، وممكن بنحط بعض الرموز اللي تسهل علينا ان احنا اول ما نبص كده نعرف دي مثلا دي 1 تبقى تندر، دي 2 دي للكوستنج، دي 3 دي للكونتراكتور ديزاين، تبقى موجودة في قلب اللوح. وبرضه هنا لو الحاجة دي مثلا محطوطة للكوردينيشن تبقى S1، لو انفورميشن تبقى S2، لو S3 تبقى انترنال ريفيو، يعني بنحط رمز على اللوحة بحيث الناس تبقى فاهمة احنا شغالين فين. طبعا في كود بي اس اف 192 الجزء الثاني والثالث في صورة اكبر من كده، يعني في اضافات. تمام. الاضافة ان انا باخد الشغل من العميل او باخد التفات من العميل قبل ما ادخل لنا في الورك بروجريس، ومن هنا ببدأ اخرج للناس اللي شغالين معايا. ولما بخلص شغل خالص تمام في اخر المشروع بنبدأ نبعت للناس اللي هي شغالة في الفاسيلتي مانجمنت، بعد كده بيبدأ يشرح الورك بروجريس ايه هو، اللي هو ان كل واحد شغال في الشغل بتاعه، ولما بيخلص بيحط في الشيرد اريا، هي مجرد بس فولدرات، يعني مش حاجة تخد. لو بصينا للشكل دوت هنفهم المقصود بيها، انا هنا شغال هنا في الورك ان بروجريس، ده شغال في الورك ان بروجريس، ده شغال في الورك ان بروجريس. وبعد كده اللي بيخلص حاجه وتاكد ان الشغل ده ينفع الناس تشتغل عليه يروح حاطه في الشيرت، فالناس تبدا تسحب الملفات. يعني ده هيبدا يسحب الملفات فين؟ اللي هي موجوده في الشيرت، اللي هي الاستراكشر ترانسفير وارتكشر ترانسفير. والاركات بنعمله كل فتره بحيث ان اي حد يجي بعد كده يبقى عارف السر العمل اللي بيمشي ازاي. والنقل من فولدر لفولدر في شخص معين هو المسؤول، يعني ده رئيس القسم مثلا، ده هنا مثلا المسؤول عن الشركه كلها، هنا ممكن موظف محدد هو المسؤول ان هو يعمل اركايف كل شهر، ممكن تبقى اوتوماتيك، يعني الحاجات دي كلها ممكن نظبطها في كذا بلاتفورم معموله كده، ان انا ابص على اللوحه ادوس اوكي تتنقل اوتوماتيك للشيرت،